أشخاص بدون مأوى ذاتي. مدير النشاط الاجتماعي، مدير الإلكترونية سهلة الاستعمال. يقوم الفرقات المتخصصة مواطنين ربما موجودين في أمان والطرقات وخارج البيوت مهتمة والمخصصة. تم إطلاق منصة الأشخاص بدون مأوى أو التبليغ عن الأشخاص بدون مأوى منذ سنة 2021، وهذا لمرافقة المجتمع المدني وكذلك المواطنين العاديين في التبليغ على هذه الفئة في أي مكان كانت بالنسبة لمدراء النشاط الاجتماعي، مع طبعا الإشراف الإدارة المركزية على متابعة التكفل بهذه التبليغات. طبعا كما قلت أن هدف القطاع هو إدماج هذه الفئة الاجتماعي العائلي المؤسساتي. كان فيه إحصائيات فيما يخص السداسي الأخير ل 2024 بالتكفل بما يزيد عن 300 شخص في إطار الإدماج الاجتماعي، وكذلك الإدماج المؤسساتي أيضا ما يفوق عن 200 شخص، كذلك الإدماج المهني. والمقصود بالإدماج الاجتماعي خاصة هو بعد دراسة حالة هذا الشخص بدون مأوى وما هي الأسباب الاجتماعية المختلفة والعائلية التي دفعت به إلى الوجود التواجد في الشارع. طبعا يكون تكفل به على المستوى المؤسسة ديار الرحمة، ودراسة الحالة الاجتماعية من خلال المتخصص النفسي وكذلك الطبيب، ويتم توجيهه إلى المؤسسات التي تأويه أو إعادة إدماجه العائلي. مليح يكون الاهتمام خاصة من الأشخاص الذين ليس لهم مأوى إلى آخره في الفئات الهشة. أعتقد إنها حلقة من حلقات الاهتمام بالمواطن بوجه عام، والتي تستند إلى مبدأ عام اللي هو مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المسجل في بيان نوفمبر والمستمر عبر الدساتير، والذي يؤكد عليه يومياً وفي كل مجلس وزراء السيد رئيس الجمهورية.